حصل كلا. الأسباب والأعراض وطرق العلاج. حصل كلا هي كتل صلبة مكونة من بلورات تنشأ عادة ضمن الكلية وقد تتشكل في أي مكان. السبيل البولي الذي يتألف من المثانة والحالب والإحليل. تعد الحصات الكلوية من أكثر المشاكل المسببة للألم التي تتنوع أسبابها تبعا لنوع الحصات. ما هي أنواع حصى الكلى؟ لا تتكون كل حصى الكلى من نفس البلورات. أولا حصيات الكالسيوم، هي الأكثر شيوعا وتتكون غالبا من أوكسالات الكالسيوم، لذلك فتناول كمية قليلة من الطعام الغني بأوكسالات الكالسيوم قد يقلل من خطر تشكل هذا النوع من الحصيات. ومن الأطعمة الغنية بأوكسالات الكالسيوم السبانخ والشوكولا والفستق ورقاقات البطاطس المقلية. مع أن بعض الحصات الكلوية مكونة من الكالسيوم، فتناول غذاء غني من الكالسيوم يقي من تشكل هذه الحصيات. ثاني نوع من حصى الكلى هي الحصيات اليوريكية. يظهر هذا النوع من الحصيات عند الرجال أكثر من النساء، ويظهر عند المرضى المصابين بالنقرس أو الخاضعين للمعالجة الكيميائية. يتطور هذا النوع عندما يكون البول شديد الحموضة، والأغذية الغنية بالبورينات قد تزيد من حموضة البول. البورين مادة عديمة اللون موجودة بالبروتين الحيواني مثل السمك واللحوم والمحار. الحصيات الاستروفيتية، هذا النوع من الحصيات أكثر ظهورا عند النساء المصابات بانتناءات السبيل البولي. قد تكون هذه الحصيات كبيرة الحجم وتسبب انسدادا بوليا، فهي تنتج من الانتانات الكلوية، لذلك فعلاج الانتانات غير الظاهر تحت السريرية قد يقي من تشكل الحصيات الاستروفيتية. الحصيات السيستينية نادرة هذه الحصيات، وتظهر عند الرجال والنساء المصابين باضطراب جيني يعرف بالبيلة السيستينية. في هذا النوع من الحصيات يتسرب السيستين، وهو الحمض الأميني الموجود في الجسم بشكل طبيعي من الكلية إلى البول. ما هي عوامل خطر الإصابة بالحصى؟ عامل الخطورة الأهم هو تشكيل أقل من 1 لتر من البول باليوم الواحد، لذلك فالحصيات أكثر شيوعا عند الخدج المصابين بمشاكل بولية. على أي حال، حصى الكلى أكثر ما تتظاهر بين عمر 20 و50 سنة. هناك عوامل أخرى قد تزيد من خطر الإصابة. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، العرق الأبيض أكثر عرضة للإصابة بالحصيات من العرق الأسود. الجنس يؤثر أيضا تبعا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الهضم والكلى. فتتطور حصيات الكلى عند الرجال أكثر من النساء. كذلك وجود سوابق مرضية أيضا أو إصابات عائلية يرفع خطر الإصابة بالحصيات. توجد عوامل أخرى لظهور الحصيات مثل التجفاف والبدانة وحمية غنية بالملح أو السكر أو البروتينات، الخضوع لجراحة مجازة معدية، الأدوية المعدية الالتهابية التي تزيد من امتصاص الكالسيوم على مستوى الأمعاء. لماذا قد تكون حصى الكلى مشكلة؟ لا تبقى الحصيات في الكلية دائما، أحيانا تنتقل من الكلية إلى الحالب، وهو رفيع ورقيق، والحصاة قد تكون كبيرة فلا تستطيع اجتيازه باتجاه المثانة. قد يسبب عبور الحصيات في الحالب تشنج الحالب وتهيجه، وهذا يسبب ظهور الدم بالبول. أحيانا قد تمنع الحصاة الجريان البولي، وهذا ما نسميه بانسداد المجاري البولية الذي قد يسبب حدوث انتانات كلوية. الاختبارات وتشخيص حصى الكلى. تشخيص حصيات الكلية يتطلب تاريخا صحيا شاملا وفحصا سريريا وفحوصات أخرى تتضمن معايرة الكالسيوم والفوسفات وحمض البول في الدم، معايرة نيتروجين اليوريا وكرياتينين الدم لتقييم وظيفة الكلية، تحليل البول للكشف عن وجود كريات حمراء أو كريات بيضاء أو دم أو بلورات أو جراثيم في البول. وبعض الفحوصات ربما تنفي الانسداد، وهي صورة بالأشعة السينية للبطن وصورة الحويضة الوريدية وتصوير الحويضة بالطريق الراجع، تصوير الكلية بالموجات فرط الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبطن والكلية، التصوير المقطعي المحوسب للبطن. العلاج،
يحدد العلاج تبعا لنوع الحصاة يتبول المريض وتجمع الحصيات للتقييم. شرب من 6 ل 8 كؤوس من الماء في اليوم يزيد من تدفق البول، أما المرضى الذين يعانون من التجفاف أو الغثيان أو الإقياء الحاد فقد يحتاجون إلى سوائل واردية. أما إذا تبعنا العلاجات بالأدوية فقد يتطلب تسكين الألم أدوية مخدرة ومسكنات ألم، وجود إنتان يتطلب المعالجة بالمضادات الحيوية، الإيبيبروفين مثلا لعلاج الألم، نابروكسين الصوديوم لعلاج الألم، إيستامينوفين، محاليل الفوسفور لمنع تشكيل حصيات الكالسيوم، المدرات تيازيدية لمنع تشكيل حصيات الكالسيوم، وتفتيت الحصات. يستخدم تفتيت الحصات بالموجات التصادمية خارج الجسم أمواج صوتية لتفتيت الحصيات الكبيرة لتستطيع اجتياز الحالب بسهولة. هذا الإجراء قد لا يكون مريحا وقد يتطلب تخديرا خفيفا، وقد يسبب ظهور كدمات على البطن والظهر ونزيفا حول الكلية والأعضاء المجاورة. إزالة الحصيات جراحيا من خلال شق صغير في الظهر ممكن أيضا، وقد نحتاج في هذا الإجراء عندما تسبب الحصات انسدادا بوليا وانتانات في الكلية وعدم القدرة على السيطرة على الآلم، والحصات كبيرة عندما تكون الحصات كبيرة ومن الصعب مرورها. وأخيرا في هذا الفيديو، ما هي طرق الوقاية من حصيات الكلى؟ أولا، الترطيب الصحيح هو مفتاح الوقاية الأساسي. توصي مايو كلينيك بشرب كميات كافية من الماء لطرح 2.6 كوارتات من البول يوميا. يمكن استبدال الماء بشراب الزنجبيل أو المشروبات الغازية أو عصائر الفواكه أو مثلا الشاي. إذا كانت الحصيات مرتبطة بمستويات منخفضة من السيترات، قد تقي العصائر الحاوية على السيترات من تشكل الحصيات. تناول الطعام الغني بأوكسالات الكالسيوم باعتدال وتقليل الوارد من الملح والبروتين الحيواني قد يقلل خطر تشكل الحصيات أيضا. قد يصف الطبيب أدوية تمنع تشكيل حصيات الكالسيوم والحصيات اليوريكية إن كنت مصابا بحصات الكلية أو لديك خطر الإصابة. تحدث مع الطبيب وناقش معه أفضل طرق للوقاية. السلام عليكم.